يسعد الله صباح الكل، مرحبا بكل من التحق بنا هذه اللحظات على امواج اذاعه مدينه وصباحيات مغربيه يسلط الضوء على زاويه تحدث عنها كثيرون خلال هذه الجائحه، وهي مساله الاختراعات وظهور شباب وطاقات شابه ابرزت معدنها الاصيل بان تكون في خدمه مجتمعها، وانها لا ينقصها للعلم ولا المدارك المعرفيه بقدر ما تنقصها امور اخرى سنحاول كشف النقاب عنها في خلال حوارنا مع احد المخترعين، وهي ليست المره الاولى التي يلج فيها الى عالم الاختراع، هو السيد عبد الله عياش. صباح النور واهلا ومرحبا بك. صباح الخير وصباح النور استاذه فرحانه والطاقم ديال ميديا باكمله. يا أهلا ومرحبا بكم. إذن حضرتك تقني، خريج معهد عالي للتكنولوجيا التطبيقية، ولك مجموعة أيضا من الدبلومات الأخرى، ولكن هذه ليست المرة الأولى وليست الجائحة من أظهرت اختراعكم، بل سبق أن فزتم بميدالية أحسن اختراع The Best Invention الفيدرالية من طرف فيدرالية دولية لجمعيات المخترعين بمعرض دولي، وهذا الأمر أيضا برز من خلال الجائحة باختراعكم لمجموعة من الاختراعات. فتجربتك مع الاختراع في زمن الكورونا وقبل الكورونا. نعم أستاذة، شكرا جزيلا على الاستضافة. فبالنسبه للميدان الاختراع، اول يعني كيكون هناك عمل وراء الكواليس صح التعبير وراء الاضواء، ولكن كتكون هناك نقطه ظهور او الخروج الى الساحه الوطنيه اولا، وهذا الظهور كان سنه 2016 تزامنا مع حمله زيرو ميكا. كان هناك حمله لمنع استعمال اكياس بلاستيكيه، وجاتني فكرة نقدم شي عمل للبلاد ديالي بهذه المناسبة، وبالفعل قدمت واحد القفة بيئية اللي حصلت بها على الجائزة الثانية وطنيا، وكان أول مشاركة عندي في أغ دي ماروك. وطبعا الحالة كانت تحفيز قوي بالنسبة لي، وكأول مشاركة وأول مرة كنشارك وكناخذ الرتبة الثانية، دونك بالنسبة لي كانت واحد الدفعة قوية، وعرفت داكشي اللي كان ندير يعني كانت عنده واحد القيمة، وكان عمل اللي قاس استحسان ديال بزاف ديال الناس. بعدها نعم أستاذ تفضل أستاذ أكمل. نعم، وبعدها توالت الأعمال طبيعة الحال، ما كانش توقف إلى أن وفي 2019 حصلت كذلك من أرض ماروك على جائزة وطنية، وتزامنا مع هذه الجائحة الله يرفع علينا في أقرب الأجل كذلك مخترع يبقى من الواجب علي أنني أقدم شي حاجة للبلاد ديالي في الظرفية الحرجة، وبالفعل قدمت أربعة أعمال. كان أولها هو جهاز أو لا مغسل اليدين متنقل، يعني لافابو اللي كنعرفوا لافابو، غير هو كان متنقل ما كيحتاج قناة ديال الصرف، يعني يمكن لك تحطه في أي محل بكل سهولة، وتحطه حداك في المكتب، تحطه حداك مثلا في المحل ديال البقالة، تحطه في أي مكان. ومن مراها مباشرة لاحظت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المبادرات الدولية وكذلك الوطنية، بالحق لاحظت خارج أرض الوطن كانت هناك بوابات التعقيم، ولكن القاسم أو العامل المشترك ما بيناتهم كاملين كان هو أن ذاك الشخص اللي كيولج أو لا يلج هذه البوابات كان كيدور كيقوم بواحد الحركات دورانية داخل هذه البوابات باش يحاول يتلقى هذه المادة المعقمة في جميع أنحاء الجسم ديالو. دونك كمخترع بقيت كنفكر قلت علاش ما نديرش شي حاجة اللي فيها البصمة ديال المخترع المغربي وتكون مختلفة على هادشي اللي كاين دوليا، وبالفعل تمكنت من الوصول إلى فكرة جديدة، وهي عبارة عن بوابة التعقيم الذكية، واللي صدرت منها جوج ديال الموديلات. بخلاصة شديدة، طريقة العمل ديالها كيعالج داك المشكل ديال الشخص اللي كيبقى يدور وسط البوابة، بحيث أن الشخص اللي كيدخل كيوقف في مكان ثابت، ومن الفوق ديالو بحال درتي واحد لاليتر او مقلوبه، بحال كتلبس لي فوق راس لاليتر او، يعني كتولي في الجناب ديالو واحد جوج ديال لي تيوب او لا جوج ديال الانابيب نازلين على اليمين وعلى اليسار ديالو، ومن الفوق مربوطين بالقناه ديال اللي كتدخل منها داك السائل المعقم، وكدير واحد الدوره كامله على الجسم في 180 درجه، كدير نصف دوره بليتو 180 درجه، بحيث كل جزء
من هذوك الانابيب كيعقم لينا واحد الجهه ديال الجسم، وبالتالي كيتم تعقيم الجسم بطريقه تامه وجميع الحاجه، كاننا استعملنا واحد المسح او سكانر للجسد ديالو. الموديل الثاني هو من نفس البوابه، الحق كان سوفوم ديال واحد لامو او لا واحد دائره، وكانوا بها ذوك الرشاشات وكتنزل من الراس حتى الارجل، وهاد الانظمه بجوجهم كان فيهم جوج بجوجهم عمل لمسه جديده وهي تعقيم الارجل كذلك من الاسفل. وهذه المساله اللي ما كايناش في البوابات الاخرين، ودرت لهم ووضعت لهم طلب الحصول على براءه الاختراع، والحمد لله كنتسناو النتيجه في مقاريب ان شاء الله. وعلى يعني والبوابات ايضا تم العمل بها قليلا، وبعد ذلك تم التوقف العمل بها لعدم جدوعيتها في انحسار الفيروس. نعم، ملاحظه بسيطه استاذتي الكريمه، تتم بالنسبه الى سمحتي لي، كانت البوابات تعقيم، نجاوب على هذه النقطه اولا. بالنسبه للبوابات تم المنع فقط لان هذاك الماده المعقمه يعني مازال ما عرفناش مدى التاثير ديالها على الجسم ولا لا، هادشي اللي كنا سمعنا في الاخبار، ولكن دوليا لا زالت تستعمل. ومخترع ملي كيصاوب شي عمل فهو ما كيصايبوش فقط اللي كيستعمل في واحد المكان محدد، ولكن كيستعمل دوليا الى حين نتمنى ان شاء الله البلاد ديالنا تخرج من هذا الوباء بدون كاع اشياء من هذا الشيء كامل. ولكن ضروري نفكروا في الحلول اللي كتبقى دائما، لان الاثار كتبقى من بعد، ولا بد خصنا نكونوا حلول ان شاء الله في هذا القبيل. بالنسبه للعمل الثاني اللي كنت قدمت من مور هذه البوابه، كان عمل ديال اله او جهاز صغير لتعقيم اليدين، متنقل صغير جدا، يوضع في المكاتب، يوضع على غرار المسل، ولكن كان بطريقه متقدمه انك كتوضع اليد ديالك بدون لمس الجهاز، وكيعطيك نسبه او واحد الكميه ديال الماده المعقمه، ولكن هذه الماده المعقمه تخرج على شكل رذاذ يعني بيلفيغيزي، ولا ماشي جل كيف ما كنشوفوا في اجهزه ديال لي ديستريبيتور صابون اللي كاينين. وكذلك تمكنت من يعني ما الامتياز يا عبد الله بين هذه التي تخرج رذاذا والاخرى التي تخرج هكذا سائل؟ نعم يعني كل المكاتب الان والمؤسسات والشركات والمقاولات، خصوصا المقاولات، لانه الطبقه الشغيله التحقت باماكن العمل وفي صرامه في تطبيق تدابير السلامه والوقايه، وبالتالي تنتشر في كل مكان في اروقه العمل هذه المعقمات اليدويه. نعم المعقمات اليدويه فهي كيف ما كتعرفوا استاذه على شكل جل، يعني ماده لزجه، والثمن ديالها مكلف، يعني كيف ما كتشوفوا القنينات الصغيره والثمن ديالها راه معروف، ويعني كتلقى الاستعمال ديالها كتنزل بواحد الكميه كبيره، وبالتالي كيكون كتكون مكلفه تكلفه باهظه. نعم، بالنسبه للسائل المعقم كيكون ماده اللي يتم مزجها بالماء بنسب محدده مصادق عليها من طرف الجهات المختصه، وبالتالي تكون اقل تكلفه من الماده اللزجه التي تحدثت عنها قبل قليل. وبالنسبة نعم في اختراع آخر، بطبيعة الحال أستاذة، اختراع جاء من الحاجة، وهو لاحظت عندنا في مدينة قنيطرة كباقي المدن هناك تعقيم السيارات من الداخل، لاحظت كيمشيو لواحد المكان محدد وكيشدوا النوبة ديالهم ويتم التعقيم بطريقة يدوية من الداخل. جاتني فكرة، قلت علاش ما غاديش أنا ندير واحد الجهاز أوتوماتيكي كيتركب في الزجاج الخلفي ديال السياره من الداخل، وكي كي كي كيشتغل بجهاز تحكم عن بعد، وبالتالي انت كتخرج من السياره ديالك الاجره او هذا وكتشغلو عن بعد، وبالتالي يقوم بتعقيم السياره في اقل من دقيقه، بحيث كيكون داك السائل المعقم في الخلف ديال السياره، كيكون على شكل واحد البيدون كيكون في خلف السياره في الكوفر ديالها، وكتكون واحد المدخل اللي كتعمل هذاك السائل، وكيكون واحد على شكل روبو صغير، يعني عنده حركه دائريه افقيه وفي نفس الوقت عموديه، باش كيتمكن من تعقيم السياره باكملها.